معايا زيكم يا شباب. انا دكتور هشام جوده يوبيولوجي تيتشر. انا بقالي 12 سنه بدرس البيولوجي الهاي جي سي سي سواء كان او ليفل او بي ليفل. انا كنت يوم من ايام مكانك كده بالظبط كنت اي جي اكس اي جي ستودنت، وبعد كده خلصت اي جي دخلت صيدله، وبعد الصيدله لاني بدرس الاي جي سي سي بدرس الاو ليفل والبي ليفل، وطبعا بدرسهم هنا مع الاي جي سكول على الويب سايت بتاعهم. انا في اكتر من مدرسه الحمد لله اللي هو اليت وليفربول ونفرتاري والاكسون. If you need any help or any advisement about the subjects اللي سيادتك هتاخدها او هتسجل ازاي او هتكونتاكت التيتشر ازاي او هتتابع الكورس اوفر فيو ازاي، طب انا في حاجات مش فاهمها، طب ازاي الستبس او الكلام ده كله، سيادتك ممكن تكونتاكت الاي جي سكول سواء على الفيسبوك بيج بتاعتهم والانستجرام او اسمو الويب سايت والواتساب بتاعهم. تقدر تكلمهم وما دي افيلبل 24/7 يقدر يرد اباوت الكونسيرن بتاعك والداون بتاعك ويعملوا لك جايدنس سواء في السبجكتس او ازاي ان انت انرول في الكورس بتاعك.